كم قصى الظلم عليك، كم سعى الموت إليك، كم صدمت باضطهادات وتعذيب وضنك، كم قصى الظلم عليك. وان جرحتك يسوع بمسامير وشوك، عذبوك وبنيك، طردوك ونفوك، عجبا كيف صمت ضد كفران وشرك، ضد كفران وشرك. كم قصى الظلم عليك، كم سعى الموت إليك، كم صدمت باضطهادات وضنك، كم قصى الظلم عليك. هو صوت ظل يدوي دائما في أذنيك، يشعل القوة فيك حين قال الله عنك، إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك، سوف لا تقوى عليك. كم قصى الظلم عليك، كم سعى الموت إليك، كم صدمت باضطهادات وضنك، كم قصى الظلم عليك. لست في أرض ولدت، قد ولدت في السماء، أنت من روح طهور، لست من طين وماء، أنت حق، أنت قدس، أنت نور وضياء، أنت نور وضياء. كم قصى الظلم عليك، كم سعى الموت إليك، كم صدمت باضطهادات وضنك، كم قصى الظلم عليك. من بناك، هل بناك غير رب الشهداء؟ من رواك، هل رواك غير ينبوع الدماء؟ من حماك، هل حماك غير أقنوم الفداء، غير أقنوم الفداء؟ كم قصى الظلم عليك، كم سعى الموت إليك، كم صدمت باضطهادات وضنك، كم قصى الظلم عليك. اسألي عهد المعز، فهو بالخبرة يعلم، اسأليه كيف بالإيمان حركت المقطع، جبل قد هز منك وإذا شئت تحطم، وإذا شئت تحطم. كم قصى الظلم عليك، كم سعى الموت إليك، كم صدمت باضطهادات بين وضنك، كم قصى الظلم عليك. أيها الناس رويدا، قلب التاريخ تف، قل لمن يدعى عظيما إن رب القبط أعظم، كل قبطي وديع إنما في الحق ضيغم، إنما في الحق ضيغم. كم قصى الظلم عليك، كم سعى الموت إليك، كم صدمت باضطهادات
وضنك كم قصى الظلم عليك. عاوز بس قبل ما انسى اشكر من قلبي يعني كل الخدام اللي بيتعبوا في المؤتمر، في زيادة عن 100 واحد فدائي في المؤتمر ده من غير مبالغة، والحقيقة انا فخور بتعبهم، بشهد لهم يعني جماعة بتوع الاوديو فيجوال. مجهود رائع يعني في التسجيل والبرودكاستنج والكاميرات والساوند، والجماعة المنظمين وعلى رأسهم أبونا إلايجا، الحقيقة ما فيش زيه يعني فعلا. جماعة اللي بيجوا من سيدني بالمكتبة شايلين أطنان من الكتب والصور عشان يخلونا على تواصل كده مع كنيستنا في مصر ومع كل حاجة. جماعة اللي بيخدموا الأطفال دول شهداء بصراحة، عملوا مجهود فائق. كل بقى الخدام الكنايس اللي كانوا بيشتغلوا على الأكل وعلى النظافة وعلى الحاجات دي، مجهود فظيع يعني الحقيقة. ناس كتيرة قوي جنود مجهولين، فربنا يكافئهم، لأنه نجاح أي مؤتمر أرخص وأقل حاجة فيه اللي ماسك الميكروفون، إنما المؤتمر الحقيقة بيبقى واقف على الناس دي كلها. ربنا يحميكم ويخليكم ويعوض تعبكم. سؤال بيقول، واحدة بعتها يعني بتقول كل ما اتعرف بشاب يتكلم معي عن الخلف وكأن الجواز هو الخلفة، وهنعمل ايه في الدماغ دي يا بنتي؟ طيب لا، الجواز هدية من ربنا، وصداقة بين اتنين بيمسكوا قدام بعض عشان يدخلوا السماء سوا، ورحلة جميلة وفسحة. ولو الجواز المسيحي مشي زي ما ربنا قصده ينقل لك كل الحب الإلهي، يعني شبعك كل شخص شريك حياته، والدفء اللي في الزواج المسيحي والأمان اللي في الزواج المسيحي يحسسك بطعم السماء، لأن ربنا هو اللي عمل البرنامج ده، هو اللي عمل المشروع ده. للأسف مع القصص المشوهة الناس ما بقتش شايفة الجواز في شكله الطبيعي. لا، الجواز المسيحي في حد ذاته نعمة، وحتى لو الكابل ما جابش أولاد يبقى عنده رسالة، مش هي دي القضية. في العهد القديم كان الولاد ضرورة لأن كله مستني يجي منه المسيح، في العهد الجديد خلاص مش ده الأهم، الأهم إن احنا نجيب ناس للسماء. وياما كابلز ما جابوش أولاد كسبوا نفوس كتير قوي للسماء، عندهم أولاد مش من جسمهم لكن صدقوني قريبين لقلبهم أكتر من الأمهات والأبهات الطبيعي. يعني مثلا احنا ليه نقول طماف لأمنا في الدير؟ أمنا بنقول لها أمنا، أي أم، لأنها عندها أمومة أحيانا تتفوق على أي أم خلفت ورضعت، لأن الأمومة دي طاقة حب، والقرب من ربنا هو اللي يخلي الأمومة حقيقية. عشان كده في أمهات تلاقيهم بعد الشر يعني مفتريين، مش أنتوا طبعا، بس اللي بيبعد عن ربنا ما بتبقاش أم طبيعية، بتفكر في نفسها بأنانية وترمي عيالها لكن كل ما الأم كانت قريبة من ربنا، كل ما يعني ينبوع الحب طلع منها لأولادها بشكل عظيم يعني. وما تنسوش ان احنا دايما نقول ماما العذراء، أمنا العذراء، فيها أمومة تفوق كل أم، ما هي طبعا يعني أم كل حي بتعبير الكنيسة. إذن الأمومة هي حب من ربنا خلال الأم، ومن هنا الأمة دايما عظيمة في فكر الكنيسة وليها كرامة. يعني واحد بيقول، حد بيقترح نطبق النظرية النسبية لأينشتاين ويقول إن ربنا ما كانش عارف إن آدم هيغلط. هو ربنا ما كانش عارف دي لوحدها جملة غلط، فيش حاجة اسمها ربنا ما كانش عارف. وعلى فكرة أينشتاين ربنا اللي عمله، يعني هو أينشتاين ما عملش نفسه. في ناس بتنبهر بالعلم زيادة يا جماعة، إنما أبسط الردود العلم متغير،
يعني العلماء اللي بهروا العالم من 200 سنة النهاردة بيتركنوا لأن في علم جديد. فعشان كده أي حاجة متغيرة ما ينفعش تقيس بيها التروث، يعني truth by definition الحقيقة بالتعريف بتاعها حاجة ثابتة ما تتغيرش، فعش تتأذى بالعلم أبدا. يعني عموما يعني تاني بوصيكم أنه إيه، ذكروا شوية دفاعيات Christian Apologetics English أو عربي محتاجينه ليكم ولأولادكم والأحفادكم، لأنه ده زمن لازم نعرف ندافع عن الحقيقة. أنا عملت كتاب من 10 سنين اسمه المنطق في حوارات المسيح، ترجم إنجليش كمان. ليه؟ لأنه في ناس بتفترض المسيح بيوعظ بس، لا، المسيح منطقي في كلامه، يعني إيه، في لوجيك في كلامه، وبالتالي هو مقنع لأي واحد عاقل. يعني كلام المسيح دايما بتكلم بكلام منطقي. ديكم مثل، مثلا لما قالوا له أصلك رئيس شياطين بتخرج شياطين، قال لهم طب بالعقل كده، لو أنا رئيس شياطين بخرج شياطين كانت مملكة الشيطان خربت من بدري، لأن مملكة منقسمة على ذاتها إيه؟ تخرب. أقول لكم حجة تاني، المسيح اللي بيقول طب أنا رئيس شياطين، ولادكوا دول اللي هم التلاميذ بيخرجوا الشياطين إزاي؟ هم كمان رؤساء شياطين؟ فمين هو بيعمل إيه؟ بيرد بمنطق، بحجج عقلية تدخل العقل. إذن ربنا يسوع له المجد بيتكلم بالعقل، طبعا هو مصدر كل عقل ومصدر كل حكمة، لكن لا يتجاهل العقل. فإحنا لازم نعلم شبابنا وخدامنا وولادنا يفكروا بعقلهم عشان يقدروا يقفوا للطيار العنيف اللي داخل يهدد المسيحية بحجة أن بالعقل المسيحية ما تمشيش. الحقيقة بالعقل ما فيش غير المسيحية يمشي، صدقوني بالعقل ما ينفعش يكون فيه عقيدة أخرى سليمة إلا المسيحية بالعقل. وده مش تعصب، ده واحد فكر 1 2 3 كده. ويعني أبونا لقى مثلا معاه دكتوراه في الإمرجنسي ميديسن، وبعدين ربنا هداه وبقى قسيس. أبونا لقى بطبيعته شخص علمي، يعني ساينتفك، وبالتالي ما بيعرفش يقول كلامه خلاص. طيب ما هو راجل عائل اهو، ليه بيدافع؟ لانه مقتنع. فتاكدوا ان احنا في زمن دلوقتي نحتاج الى الاقناع، لانه التاثير النهارده، كان زمان التاثير مين لنفسي، لا دلوقتي التاثير الاقوى هو العقلي مع الجيل الجديد. طبعا التاثير النفسي لازم يفضل موجود لان في ناس بتلغي دماغ، لكن ما ينفعش نتجاهل صوت العقل في الزمن ده. كمان بولس نفسه، طبعا بولس ده كان فيلسوف، بولس سمارت، بولس شخص ذكي جدا وعقلاني بطبيعته. فبولس هو اللي قال بالإيمان نفهم، ما لغاش الفهم، بالإيمان نفهم. إذن الفهم جزء طبيعي من عقيدة أو من اعتقاد الكنيسة. حد كان بيسألني، نعم، طبعا أغسطينوس بايرو كفيلسوف قال آمن تفهم فيكون الإيمان جزاء للفهم، كي يكون الفهم جزاء مكافأة الإيمان. برضو حد سألني الحقيقة على بدعة طلعت من فترة كده وترد عليها كتير. طبعا سيدنا أنبر رفائيل ربنا يديله العمر والصحة، أتمنى تسمعوا له كتير من عظاته بالذات في شرح الخلاص أو الأسرار. إنما أنا في 5 دقايق 10 دقايق بالضبط هديكوا فكرة عن البدعة وعن الرد عليها، عشان لو سمعتوا الكلام ده ما تتلخبطوش. يعني من 20 سنة 30 سنة ناس انبهرت شوية باللاهوت البيزنطي، وهم مؤخرا اختلفوا عن كلام الكنيسة التقليدي، يعني بقوا بيركزوا إن الفداء ما هو إلا تجديد للطبيعة البشرية. حاولوا تفهموا اللي أنا بقول، يعني إيه؟ يعني بيقولوا الصليب مفهوش دفع تمن أو كفارة أو فداء، لا، الصليب ده طبيعة البشرية باظت فجي المسيح يصلح. طيب فكرة دفع التمن لا لغوها، فكرة الكفارة لا لغوها، فكرة الذبيحة ابتدوا يركنوا الكلام ده وقالوا لا،
الصليب ما هو إلا حب فقط وشفاء. طبعا هو الصليب فيه حب وفيه شفاء، بس في جوانب أخرى. عشان كده أقول لكم بالضبط فكر الإنجيل وفكر الكنيسة الرسولية، أن الصليب له جوانب كتيرة قوي، ما فيش ولا جانب بيلغي التاني. عشان نفهم يعني إيه اللي عمله المسيح، هو ما ينفعش تركز على جانب وتشطب بقية الجوانب. مثلا بصوا للنص ده، أنا هركز، أنا مش هقرأ لأنه طبعا المحاضرة دي بقولها ساعتين. أنقذنا، يبقى في جانب اسمه إنقاذ، ها؟ delivered us. وبعدين في حتة تانية اسمها إيه؟ نقلنا. يبقى الصليب والقيامة عملت إيه؟ عملت حاجة اسمها نقل. هعدي الجزء ده. وبعدين يقول في النص التاني أهلنا. بصوا الفيربس دي، الأفعال دي هي اللي بتشرح الفداء عمل إيه. وبعدين يقول إيه؟ يصالح الكل. كل فيرب من دول يا جماعة له قيمة ضخمة في فهم الفداء. فما ينفعش تقول it's like renewal بس، عاملا الصلح بدم صليبه، ويكمل برضو إيه موضوع الصلح، صالحكم الآن في جسم بشرية. إذن أول معنى للصليب والقيامة كلمة rescue أو release، فكرة الإنقاذ، ده أول معنى. ده وأنا هركز على الآر عشان تحفظوا في الآخر أربع كلمات بالآر، هتلاقوا الحكاية سهلة قوي عشان تفهموا الفداء. هتلاقوا بقى تعبيرات كتير بالذات في الرسائل كلمة rescue us, save us, deliver us، وهي دي أساس كلمة هوصنا، هوشعنا، مقصود بها إيه؟ خلصنا، انقذنا. يبقى دول ناس محبوسين، محكوم عليهم بالإعدام، بيقولوا خلصنا، وإحنا ما زلنا بنقول خلصنا. تعبير مماثل قاله بولس يعتق، ريليس. يبقى ريسكيو وريليس. ريليس تديك إحساس إن إحنا مسجونين، ريسكيو معناه إن إحنا في خطر، اللي هو خطر الموت، خطر الهلاك الأبدي. المسيح لو المجد نفسه من فمه القدوس قال إيه؟ قال هنا بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك. يبقى في هلاك عاوز يشيله المسيح، يبقى دي عملية إنقاذ. المسيح جه عشان ينقذنا من الهلاك الأبدي، هي مش مجرد تجديد للطبيعة بس زي ما البعض ادعى. طبعا تعبيرات كتيرة، مثلا to set free. أجان معلش يا جماعة أنا بكتر، بس هي في اللاهوت الحاجات دي مهم. rescue, deliver, save, release, set free. كل مجموعة الأفعال دي بتتكلم عن جانب من جوانب الصليب والفداء، إن احنا تحررنا وعطقنا، خلصنا في الصليب. كلمة بذل كمان delivered him up for us all. المعنى التاني، لا لسه الخلاص هو. يبقى الخلاص سيمبل يا جماعة معناه نتخلص من الموت. When it comes فكرة ريليس أو ريسكيو أو سيف، يبقى في مشكلة. لما تيجي تقول خلاص يبقى هخلص من إيه؟ لازم في مصيبة، مصيبة اسمها الهلاك، الموت الأبدي، مصيبة اسمها الشيطان، سلطان الشر، مصيبة اسمها سجن الخطية. تاني معنى ريديم، أنا بستخدم الآر عشان تحفظه، لكن الريدمشن اللي هي ساعات تتكتب atonement أو debt payment، دفع الدين. لأن دي بيعترضوا عليها بقى الايه اللاهوتيين الجدد اللي الكنيسة اعتبرتهم بيقولوا كلام غلط. ليه؟ لأن المسيح نفسه استخدم كلمة الريدمشن، هو قال انه جاي يفدي. الفداء معناها واحد يموت مطرح واحد، ينوب عن البشرية. فالمسيح تقدم للصليب نائبا عن كل البشر، عوضا عنا. تعبيرات في الكتاب المقدس وفي أثناسيوس، لنا فيه الفداء بدمه. نفس فكرة الريدمشن دي باينة فكرة في كولوسي لما يقول ما حصك، ودي الترنيمة اللي بنقولها يوم الجمعة الكبيرة، مزق كتاب يد خطيان، علينا تهم كتيرة قوي تضيعنا. مسك المسيح التهم دي قطعها على الصليب. يبقى ده شكل آخر لفهم الصليب والقيامة، أن المسيح محصك، شال كل التهم، علينا تهم تسجننا سجن أبدي، هو قطع كل ده.
تصور انت عليك قضية وهتاخد سجن أبدي، سجن مؤبد، يقوم القاضي يمسك كل التهم دي يفندها يقطعها ويقول لك براءة. ده اللي عمله المسيح. كمان هنا في فعل آخر مش مركز أنا عليه قوي، حكاية تجريد الشيطان من قوته. جرد الشياطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. يبقى جوه الصليب كمان كسر شوكة الشيطان وبالتالي شوكة الموت. كلمة الفداء بتيجي كتير في النص. وبعدين كلمة يتم حكم الناموس فينا، لما المسيح مات الحكم، يبقى في حاجة اسمها حكم صدر علينا في المسيح، فهو اللي خد الحكم. دي فكرة الفدية، إن المسيح خد الحكم على نفسه بدلنا، فطلعت أنت براءة وهو اللي شال التهمة. يبقى دي جانب من جوانب الصليب ما نقدرش نغفله. والمسيح نفسه كان تشبيه مرة قال كان لمدين مديونان، فاعتبر كل البشر مديونين، وبعدين شال عليهم الدين، رفع الدين، وده اللي عمله بالصليب. كل دي آيات تؤكد نفس اتجاه الكلام. تالت يبقى الفداء الريدمشن، اللي هي فكرة to sacrifice البلاد نفسه، الأوفر ده، وهنا معاها دفع الدين ومحو الصك. يبقى في حاجة اسمها مديونين، في حاجة اسمها علينا تهم، كل دي معاني جوه الصليب اكتملت بالفداء. يبقى الكلمة الأولانية rescue، الكلمة الثانية to redeem. أوكي؟ الكلمة الثالثة to reconcile، reconciliation، ودي قضية هامة جدا، المصالحة، ودي أساس في العبادة الأرثوذكسية، إن احنا كل قداس بنبتدي بصلاة الصلح. نخلي بالكم أنتم مش عارفين، يمكن أنا القضية في ناس اختزلت كل الكلام ده وسطحته وقالت أهم حاجة المسيح جاي يشفينا بس، يجدد طبيعتنا. أي ما هو يجدد طبيعتنا ما لغيتش أنه يصالحنا، ما لغيتش أنه بيفدينا، ما لغيتش أنه بيدفع الدين، ما لغيتش أنه بينقذنا. أنت ينفعش تلغي ده كله لأن الإنجيل قاله. فهنا يصالح بيه الكل. يبقى كلمة مصالحة جات كتير، ودليل المصالحة لو تذكروا حتى في أحداث الإنجيل لما انشق الحجاب من فوق لتحت، العلاقة رجعت بين الإنسان وربنا، فدي عملية مصالحة. يبقى الحكاية مش مجرد تجديد طبيعة بس. وبالتالي المصالحة خلتنا نرجع شركاء الملائكة وشركاء القديسين وهكذا. مرة تاني في أفسس يتكلم عن المصالحة بالتفصيل ويقول يخلق الاثنين في نفسه إنسان واحد. يبقى المصالحة بين البشر وربنا وبين كل البشر وبعضهم بالفداء أو بالصليب اللي عمله. صلحنا مع الله بموت ابنه. يبقى كولوسي أيلة مصالحة، أفسس أيلة، روميا أيلة. يبقى كلمة المصالحة، لأن مرة بتكلم مع واحد من اللي بيقروا للناس اللخبطونا دول، قال لي ما فيش حاجة اسمها مصالحة. قلت له أنت ما قريتش الإنجيل، ازاي تلغي كلمة بتتكرر في الإنجيل كتير؟ لا، في حاجة اسمها مصالحة طبعا، وإلا أنت بتألف لاهوت، ما يبقاش كده. وفكرة المصالحة خلت الكنيسة جزء من السماء. الصلح ده خلانا احنا تبع السماء مش تبع الأرض، واحنا بنكمل عمل المسيح بناخد ايد البشر من العالم ونحطها في ايد المسيح، احنا بنكمل عمل المصالحة. دي فكرة الخدمة او الكرازة، رسالتنا ان احنا اعطانا خدمة المصالحة. يعني المسيح عمل الصلح على الصليب وقال لنا روحوا بقى صلحوا الناس بيه، فبقيتوا انتوا تروحوا تقولوا للناس تعالوا تصلحوا مع ربنا، ده ربنا حلو. فبقت اسمها حتى خدمة المصالحة، ودي اساس العبادة عندنا. الكلمة الرابعة او الوش الرابع للفداء هو بقى الرينيول او الريكرييشن او الادوبشن. ده بقول لكم ده اللي بيركزوا عليه الجماعة اللي هما خدوا جانب وسابوا الجوانب التانية. دايما في اللاهوت يا احبائي الدقة في التعبير مهمة، والحرص على الصورة الكاملة مهم. ما اللي ضيع اريوس انه ركز قوي على ناسوت المسيح فغلط في اللاهوت. اللي لخبط وطافي انه ركز قوي على لاهوت المسيح غلط في ناسوته، فاهمين؟ فلو ركزت على حتة وسبت حتة انت بتعمل صورة مقلوبة او مشوهة، مش ده الصح.
الاعتدال هنا مهم قوي. الرينيوال او الادوبشن ده بقى واضح جدا في كلام كتير لما بيقول ان كان احد في المسيح هو خليقه جديده، كل شيء قد صار جديدا، هو البدايه، يكون متقدما في كل شيء، يقوم الكل فيه، لنكون قديسين سبق فعينا للتبني. اذا لما واحد يقول المسيح اتصلب عشان يدفع ديوني، صح، المسيح اتصلب وقام عشان يكفر عن خطيتي، صح، المسيح اتصلب وقام عشان ينقذني من الهلاك، صح، المسيح اتصلب وقام عشان يفديني، صح، المسيح اتصلب وقام عشان يصالحنا بالآب، صح، المسيح اتصلب وقام عشان نرجع نبقى خليقة جديدة، صح، كله صح. ما فيش ولا كلمة من دول ولا جملة من دول غلط، كل ده مع بعض يكون الفكر ويعبر عن اللاهوت أو السليم. طبعا التبني هو نتيجة الخليقة الجديدة، ان احنا رجعنا نبقى اولاد الله، والروح القدس بقى يخلينا نقول انت بابا، انت ابونا السماوي، بقينا نكلم الاب على انه ابونا لاننا رجعنا بقينا اولاده بالفداء. طبعا دي بتكمل بالذات في المعمودية، لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة. يبقى التجديد ده هو اللي عمله المسيح، جدد طبيعتنا بالصلب والقيامة، واحنا بناخده في المعمودية، بنموت ونقوم مع المسيح ويثبت فينا بالإفخارستين. انا عاوز بس تحفظوا المنظر ده، المنظر ده مهم عشان ما تتلخبطوش مع البدعة الجديدة دي. سيمبلي لما بنتكلم عن الفداء او يعني عن الصليب والقيامة، على الأقل في أربع زوايا لشرح الخلاص. To rescue، حط معها release، to set free، ينقذ، يعتق، يخلص، مش كده؟ To redeem، redemption، الفداء، يدفع التمن، في دم في الموضوع، في ذبيحة. To reconcile، يبقى كان في خصام، كان في عداوة، كان في خصومة، كان في انفصال، عمل الصلح. النتيجة النهائية إيه؟ Renewal، أصبح فيه طبيعة جديدة وخليقة جديدة وحياة جديدة واتفتحت السماء. وضحت الفكرة؟ بانت كده؟ يبقى الأربع جوانب مهمين لفهم القضية عشان محدش يلخبطكم ويركز على جانب واحد. برضو حد بيسأل على وراثة الخطية. وراثة الخطية تعليم كتابي أبائي رسولي، أحد المواضوع اللي برضو إيه بقالنا كام سنة طالع ناس ضد هذا الفكر المستقيم. احنا اولاد ادم، اتولدنا شايلين خطية ادم وشايلين الموت وشايلين الفساد، بدليل كلنا بنموت، فاحنا في الخطايا ولدتني امي. وبولس لما شرحها في رومية 5 قال كل الناس حسبت خطاة في ادم، ده اللي قاله بولس، يعني كلنا ما غلطناش، ما كلناش من الشجرة، بس لأننا تبع آدم اتحسبنا كلنا خطا. جه المسيح آدم الجديد، دفع التمن، صلح الموضوع، رفع العقاب. فاللي هيمشي وراء المسيح تتشال منه الخطية الجدية طبعا في المعمودية، وتتشال حتى خطايا الفعلية. ومن هنا بنعمد الأطفال، لأن لو ما فيش خطية موروثة يبقى هنعمد الأطفال ليه؟ ما بيغلطوش لسه. لكن ليه كنيسة حريصة تعمد الأطفال؟ لأن هم مولودين بطبيعة خاطئة، مولودين في حالة خطية، لأن هم محسوبين على آدم. زي المولود أعمى، هو ما غلطش لكن هو مولود أعمى، فلازم له معجزة شفاء. فالمسيح جه شال الخطية من جذورها، حل الإشكال بداية من آدم لكل الظهور. ناخد سؤال كمان. شكرا على تشجيعكم. انا تربيت في اسرة تحب العطاء، واليوم اللي ما خدمش فيه بحسه مش محسوب من العمر. برافو، ربنا يوسع عليك خدمتك. بقيت السؤال بقى، الغريب ان زوجتي عكس ذلك تماما، ربنا يعينك.
يعني نفسي تشجعوا بعض على الخدمة، شجعوا بعض على الخدمة عشان نجمع في السماء كلنا أجمل رصيد لكل واحد تعبه، تعبه مع ربنا، لأن الكتاب يقول كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه. ما تعطلوش بعض في التعب المقدس، عطلوا بعض عن الغلط لكن ما تعطلوش بعض عن حاجة كويسة. فتبقى مراتك نفسها تخدم، خليك راجل كويس، شيل انت البيت وهي تنزل تخدم شوي، ما حصلش حاجة وماله. ولما يكون جوزك عاوز يخدم طبعا لازم يركز معاك ومع العيال، بس اديله فرصة يخدم، شجعيه، التعب ده بركة ليكم ولولادكم. فلما يبقى البيت كله يميل للخدمة، وده شيء جميل. لكن عاوز أقول اللي بيخدم وهو مضغوط له أجر أكبر. يعني إيه؟ لما تكون مراتك برضو إيه عاملة الواجب معاك، معلش يعني إيه، شيل صليبك وكمل جهادك وخليك إيه معتدل، يعني ما تخسرش حد في الآخر. طبعا الكلام عن ماري مرقص يطول النهاردة، لكن يعني لسه في مواضيع في لكن ماري مرقص ده بيحقق قوي حكاية أنتم ملح الأرض. إزاي واحد دخل بلدنا في مصر غير تاريخ. إحنا كمصري كأقباط مديونين لماري مرقص. عارفين عندنا في التسبيحة زوكسولوجيت ماري مرقص نقول له أتيت وأنرت لنا، أتيت وأنرت لنا بإنجيلك وعلمتنا الآب والابن والروح القدس. إزاي شخص واحد جي كده بدون أي إمكانيات على فكرة، وعاش في اسكندرية وتبهدل، وبعدين لف على أفريقيا شمال أفريقيا ورجع تاني، وفي الآخر اتسحل في شوارع اسكندرية. إنما ماري مرقص هو له فضل، كلنا ما كناش هنتولد في النعمة دي لو ما كانش ماري مرقص جه. وطبعا ماري مرقص عاوز أقول كنا نظنه شخصية خواف، لأن كان في موقفين في حياته يقولوا ان هو خواف. لما هرب ليلة الصليب طلع من هدومه وخاف، ولما ساب بولس في اول رحلة وخاف، حتى بولس قال ده ما ينفعش، هو اللي ما ينفعش ده هو اللي يعني هو اللي بفضله يعني احنا عادين القعدة دي. ده يدينا امل كبير قوي ان اي واحد فينا يحس انه ما ينفعش ممكن يطلع ماري مرقص. لكن ماري مرقص كمان أول من كتب في الإنجيل، يعني إنجيل مرقص كل العلماء عارفين إن ده أول إنجيل اتكتب، والبعض يظن إن بقية الأناجيل نقلت عنه شوي، لكن يعني البعض بيعتقد كده من الباحثين. لكن ماري مرقص أول واحد كتب، وكتب إنجيل كان ربنا يخلي لنا أنبا موسى كان يسميه إنجيل الشباب ماري مرقص، لأنه إنجيل سريع الأحداث وبيطلع المسيح هيرو من أول إصحاح كده، طلع بيركز على المسيح القوي، فده مفرح للشباب. مفهوش وعظ كتير، مفهوش أمثلة كتير زي متى ولوقا أو كده، لكن بيركز على المسيح القوي. عشان كده أنا بميل لأي موعوظ لسه داخل الإيمان جديد أقول له ذاكر مرقص الأول بعدين ذاكر يوحنا. مرقص كمندوب عن الثلاثة متى ومرقص ولوقا، ويوحنا بقى يكمل الصورة بالتركيز على لاهوت المسيح والكنيسة والأسرار. لو الكنيسة ضعيفة شوية هل أروح كنيسة تانية؟ أنا بميل للإيجابية، يعني إيه كنيسة ضعيفة وكنيسة قوية؟ ما نشتغل كلنا، خلي كل واحد يمد إيده ويعمل حاجة، خلي كل واحد يجتهد أنه يعني يخدم اللي حواليه. أحيانا يكون في كاهن موهوب فالكنيسة قوية، وأحيانا يكون الكاهن مش موهوب بس أب طيب فيسيب عياله ينطلقوا في الخدمة تبقى الكنيسة أقوى. يعني الأبوة بدون مواهب أقوى من المواهب بدون أبوة، فاهمين المعنى؟ لأن الأب يخلي كل عياله يشتغلوا ويفرح بيهم، فتلاقي الكنيسة كلها خلية نحل. يجوز هو مش متميز زيادة، لكن كونه أب وفتح الباب لأولاده ينطلقوا يتخلي الكنيسة جميلة.
حافظوا على المحبة جوه الكنيسة. والمحبة معناها أنك أنت تتقبل كل شخص بعيوبه وتحترمه، وتعيش بمبدأ زي ما ربنا قابل يشتغل بيا قابل يشتغل بأخويا، وأنا يعني كويس ما أنا مش كويس وربنا بيشتغل بيا، يبقى خلاص يشتغل بأي حد، يبقى ما فيش مشكلة أن كل الناس تخدم لو عندنا الفكر المتواضع ده. يعني في رسالة غريبة شوية بتقول في أفكار مغلوطة في مصر عننا أن بتوع المهجر كلهم وحشين وبيشربوا ويسكروا. لا ما بنقولش كده صدقوني، لا أنتوا ناس كويسين وأحسن مننا كتير. لا في قديسين في كل بلد بجد، وفي أتقياء في كل بلد. المكان مش هو اللي بيعمل القديسين، القديسين يعملوا المكان. وربنا سامح بوجودكم هنا عشان تنوروا البلاد دي، مش عشان تعيشوا حياة أفضل من مصر، لا ربنا حطوكم هنا عشان تبقوا سبب خلاص لناس تانية، لأنه يعني حواليكم أفكار غريبة وكنائس ضعيفة أقصد غير قبطية يعني، واتجاهات وتنازلات للأسف في بعض الدينومينيشنز بتتنازل تنازلات غريبة جدا عن حق الإنجيل عشان يمشوا، طبعا دي حاجة تخوف. كنت متعودة أقول صلاة يسوع وأنا بنام لحد ما أنعس. لا وماله قولي ما تخافيش، يعني بتقول يعني توسوست أنه ما يصحش تقول اسم يسوع وهي بتنعس. لا قولي ما حصلش حاجة، اسم ربنا يسوع نقوله في أي لحظة، ننادي عليه في أي لحظة، وده يدينا نوع من الأمان. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى، فبلاش تبقوا قلقانين خلاص في أي ظروف. واحد يقدر يكلم ربنا وانت سايق العربية قول صلاة يسوع، وانت نايم قول صلاة يسوع، يجي لك نوم هادي. طيب عشان وقتنا Thank you.
طبعا معناها ببساطة أنه في أطفال كتيرة بتبقى مجروحة نفسيا من kind of abuse، يعني physical abuse, sexual abuse, verbal abuse، إهانات يعني. ودي ظاهرة للأسف موجودة في كل حتة يعني. إزاي تميز أن الطفل ده من غير ما يتكلم تعرض لنوع من الضغط أو الإهانة أو الأذى؟ تميزها إزاي؟ تفضل. تحسه always خايف الآن. خايف. إيه تاني؟ تفضلي منى. أحيانا توصل إنك لما تيجي تقرب منه ببساطة يكش ويرجع لورا. ده 90% تعرض لنوع من الاستغلال. مايكل. غالبا بيميل للايزوليشن، ينطوي وياخد جنب. ما عندوش ثقة، ما بيحبش يشارك، عمره ما يرفع صباعه ويرد، ما يقدرش يعمل كده لأنه هو دايما حاسس إنه قليل. تفضل. برافو عليك. بعضهم بيبقى عنيف عشان زي اللي بينتقم من اللي حصل له مع كل الدنيا والناس. طب تعمل ايه؟ تفضل. يميل انه يبقى لوحده وما يصاحبش حد. تفضلي. بيبقى حزين غالبا، ما بيعرفش يفرح بشكل طبيعي يعني. طب نعمل ايه؟ اولا دول نسبة عالية جدا، يعني اغلب الاطفال للأسف بتبقى تعرضت في المدرسة، في البيت، من الجيران لنوع من الاستغلال او الاهانة او الاذى. في بلادنا طبعا للأسف دي كتيرة، وعلى فكرة في كل المجتمعات مش الفقراء بس، حتى للأسف البيوت الغنية فيها كلام كده. طيب نعمل ايه؟ طبعا الست دي بيرفكت يعني، المدرسة دي شاطرة قوي يعني، فنغششنا. قولي تفضلي. برافو. ان انا اشجعه يطلع اللي جواه بس ما اضغطش عليه. برضو شجعه دي ازاي؟ اعمل ايه؟ اقدم له حب، اقدم له حب واضح من غير اي اوامر ولا نواهي ولا حب استطلاع حتى، يعني عشان ما يبقاش خايف مني. لا اكون عاوز بعضهم لما يتكلم يرجع يندم انه اتكلم، خلي بالكم. ايه تاني ممكن اعمله؟ اعامله طبيعي عشان ما ركزش على الخوف اللي عليه. اتعامل معاه كانه طبيعي عشان يبقى طبيعي، يعني لو ركزت عليه كأنه مش طبيعي هيفضل مش طبيعي. تفضل. برافو. عملية التشجيع هنا مهمة جدا بكل صور. حضرتك كنت هتقول حاجة، شيل الكمامة بس عشان أسمعك. نعم. أصحبه، دي كلمة حلوة أوي. أصحبه، قرب منه سامي. أفهمه أنه ممكن الناس التانية تكون غلطانة، لأن الطفل عادة بيلوم نفسه حتى لو أهله هم اللي غلطوا، ما بيقدرش يشوفوا الكبار غلطانين، فده بيزود عذابه. من براءته بيبقى دايما شايف الغلط عنده. الحقيقة أنا لازم أفهمه، لا أنت ما عملتش حاجة غلط، الكبار اللي غلطوا، عشان أرجع له تاني فكرة ثقة بالنفس. تفضلي. أديله اهتمام زيادة شوية لأنه هو انسلطد يعني، فلازم هو ياخد حاجة أكتر من الباقيين كنوع من الاهتمام شوية. تفضل. أيوه. برافو. ما زودش التروما بأن أنا عاوزه يمشي صح بسهولة لأنه مش قادر يمشي صح، فلازم أطول بالي عليه لأنه هو ممكن يبقى لسه فيه complications تاخد وقتها، فما بقاش بحاسبه زي أي واحد طبيعي واستعجل تطوره لأنه ممكن ده يتعبه. تفضل. برافو عليك. أديله مسؤولية صغيرة يثبت نفسه فيها، اعتمد عليه على قد إمكانياته. الحاجات دي على فكرة يا جماعة تنقذ ناس، لأن الطفلة دي لو استمرت كده ده مشروع حاجات كتير، مشروع بروستيتيوت، مشروع أدكت، مشروع حاجات كتيرة أوي صدقوني. فعشان كده انقاذ بدري بيحمي العيال دي من حاجات كتير قوي في المستقبل. تفضل.
طبعا ما فيش مانع لو لقيت الموضوع ما فيش تحسن، لازم ألجأ لحد متخصص يقدر يساعد ويطلع الغل اللي جوه. ماري ها، أشغله بأنشطة إيجابية تديله إحساس أنه هو يعني ناجح ومتميز ومحبوب للأسف طبعا بعض أولياء الأمور بيعطلوا بقى، لأنه هو عنده دينايل، مش عاوز يقول أنه في غلط في البيت، وعاوز يغطي على أنه يعني ابني طبيعي، ابني ما فيهوش حاجة. الدينايل ده بيزود المشكلة طبعا. فإحنا طبعا لازم نبقى بنتعامل مع الأهالي بحكمة عشان ما يعطلوش علاج عيالهم، دي مسؤولية الكنيسة. وطبعا البيرنتينج موضوع بقى مهم جدا في الكنيسة، كل الآباء الشباب دول بيعملوا كورسات في البيرنتينج، بقت مهمة جدا، لأن تعليم الأبوة والأمومة هو اللي يطلع جيل مسيحي قوي. لكن للأسف في بيزكس بتروح مننا. طيب نرجع لفيليبي آخر إصحاح، هنخلصه في القعدتين دلوقتي، والسيشن الجاي نخلص الجزء الأخير. الجزء ده أنا هاخد منه إزاي تعيش فرحان. أنت لما تبقى فرحان تبقى ملح للأرض. بولس في الجزء ده هيدينا روشتة للفرح الدائم. فيليبي 4 دي مشهورة، أكتر جزء في رسائل بولس بيكلم إزاي تعيش فرحان مهما كانت الظروف. إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، إثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي، دول اتنين خادمات، أن تفتكر فكرا واحدا في الرب. نعم أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص، تحتمل يكون أسقف البلد أو كاهن، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع كليماندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسمائهم في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. كفاية هاخد من 1 لـ7 بس. يلا بصوا لها تاني وطلعوا لي 7 أفكار أو تدريب تخليني فرحان على طول من النص. من النص تفضلي. برافو عليك، كلمة حكيمة قوي، اثبتوا في الرب. ما تلاقي نفسك مش فرحان يبقى أنت مش ثابت، يبقى ناقصك تناول، ناقصك مزامير، ناقصك إنجيل، ناقصك خلوة، ناقصك اعتراف، أنت مش ثابت، عشان كده مش فرحان. عاوز تفرح اثبت كويس. اتفضل حبيبي براي. برافو عليك. الآية الجميلة بتاعت 4:4 دي مشهورة، عاوزكم تحفظوها. 4:6، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة. يبقى المفتاح الأساسي حط كل اللي يشغلك جوه الصلاة، تبقى بتروق دماغك أول بأول. احنا عايشين في الدنيا، مش ممكن مش هنلاقي مشاكل وإحباطات وغلاسات طب بس انت عندك الصلاة أول بأول، ارمي على ربنا وخلاص. يبقى تاني حاجة تخليك فرحان على طول، حط كل حاجة جوه الصلاة. ايه كمان؟ other exercises to keep your joy، امال ورهم. برافو عليك. كلمة مع الشكر with thanksgiving، انك تتعود تشكر كتير. صدقوني التدريب ده سهل ومفيد جدا، انك تغطي يومك بكلمة يا رب يسوع اشكرك. دي تدخل السماء، ودي تخلي القلب هادي، انك تقولها مئات المرات كل خطوة، تقول يا رب يسوع اشكرك. حتى في التسبيح نقول كل نفس اتنسمه وبارك اسمك، المزمور يقول كده. يبقى خدنا 3 مفاتيح، اثبت في الرب، خليك قريب من ربنا عشان تفرح، صلي حط الهم جوه الصلاة، 3 اشكر كتير. سامي ها،
الحلم، الحلم اللي هو يا جماعة جنتلنس، خليك وديع، خليك جنتل ديسنت حليم، يعني بالك طويل. ليه؟ لأن اللي بيضيع السلام والفرح العصبية والتنشنة والقلق والفوران بيجنتل، هدي. فيبقى ده كمان مفتاح من مفاتيح انك تحافظ على سلامك وفرحك، ما تسيبش نفسك تتضايق، لما تبقى جنتل الدنيا تمشي لوحدها. تفضل، برافو عليك. من الوصايا اللي قالها بولس لبناته أو أولاده هنا، لما لقى اتنين خادمات، وظهر دي كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل، اتنين خادمات يخدموا في خدمة مع بعض، يبقى ايه، عاوزة معجزة من السماء عشان الدنيا تمشي. فبيقول، بيقول أطلب إلى أفودية وسنتيخي، فكروا مع بعض، استهدوا بالله كده وعقلوا، حبوا بعض يعني، اشتغلوا مع بعض. فيبقى واضح أنه فكرة الوحدانية تحافظ على السلام، أنك تعرف تشتغل مع اللي معك، تحترمه وتقدره. إيه تاني يوصل إلى حالة من السلام والفرح مهما كانت الظروف؟ تفضلي، برافو عليك، هانت. الكلمة دي جميلة، لأن الرب قريب، هي زي دي اللي اسمها ماران آس، في كورنثوس قالها بكلمة ماران آس، يعني معناها حاجتين يا جماعة، ربنا قريب قوي، مفيش داعي تتضايق، لأنه ربنا نفسه جنبك، ورب قريب يعني هتخلص، الدنيا دي كلها هتخلص، مش مستاهلة تفرك ولا تقلق ولا تحسب ولا تتضايق، خلاص هي كده كده هتخلص. فيبقى الرب قريب بمعناها الحرفي ومعناها الأبدي، بتريح طبعا. تفضل يا مايك. برافو عليك، انك تبقى دايما مستني سلام من فوق، سلام مستورد، سلام سماوي، سلام الله اللي وعد به المسيح، سلامي اترك لكم يفوق كل عقل، دي حاجة مش من الدنيا، ده فوق العقل، تبقى رايق روقان، الناس كلها تستغربوا ازاي واحد مسجون ومبسوط، ده سلام الله. ايه تاني؟ تفضلي. ها، حياة الرضا مع الشكر. برافو عليك، الرضا تيجي مع الشكر دايما. كلمة افرحوا اللي قالها مرتين كأمر، دي معناها انت اللي تزق نفسك على الفرح، والحتة دي ابتدوا يكلموا فيها علماء النفس آخر 50 سنة، إن الناس كلها كانت بتتصور إن المشاعر ملناش سلطان عليها. أنا متضايق، متضايق. أنا مبسوط، مبسوط. لا، أنا ممكن أعمل نفسي متضايق، ممكن أعمل نفسي مبسوط. كلمة افرحوا ده فعل أمر. يبقى أنت ريجويس، أنت زق نفسك على الفرح. ما تقولش أنا متضايق، ما متضايق ليه؟ غير طريقة تفكيرك، غير دماغك، أعمل أي حاجة بس خليك مبسوط. فأصبحت أمر، فالأمر ده لوحده معناه ما تسيبش نفسك زعلان ولا متضايق، لازم تبوش يورسلف إنك تبقى مبسوط. تفضلي، برافو عليك. المساعدة عموما، كلمة ساعد هاتين اللتين جاهدت معي، مجرد الخدمة، الخدمة مبهجة، لما تساعد الناس اللي بتتعب وبتخدم هتلاقي نفسك مبسوط، أي خدمة بتدي نوع من البهجة والسعادة. تفضلي ماما ور، علي صوتك سنة. التلمذة، برافو عليكي، انت شاطرة قوي على فكرة. بيوصي أبوهم عليهم، فلو أنت تلميذ وبتسمع كلام أبوك هتعيش بسلام وأمان. فهنا بيعتقد أنه شريك المخلص، دي لغة الأسقفة مع بعض، يقول لك شريك الخدمة الرسولية، عشان كده بعض المفسرين قالوا ده بيتكلم عن أسقف فيليب، مش عارفين مين بالضبط يعني، لكن بيقول له ساعدهم. فيبقى هنا لو أب روحي وانت بتمشي وراه، ده يحميك من الكآبة والنكد والقلق والزعل. تفضل ورا. برافو عليك، فكرة الرجاء بقى، الرجاء في الحياة الأبدية عن طريق الجهاد في الإنجيل، والباقي العاملين معي الذين أسماءهم في السماء، دي كلمة مشجعة جدا، أسماءكم مكتوبة في السماء، كل اللي بيخدموا دول أسماءهم مكتوبة في السماء، كلمة مريحة جدا، مفرحة.
يحفظ قلوبكم، مكتوبة هنا to guard your heart and mind through Jesus Christ، اللي هي فكرة ضبط الفكر وضبط القلب، انك انت ما تسيبش قلبك ينزعج، ما تسيبش دماغك تشرد وتحدف شمال ويمين، فرمل اضبط دماغك عشان تفضل افكارك روحية فيها سلام. تلاحظوا النص على قد ما هو 7 آيات فعلا في كل مفاتيح السلام والفرح، كلمة ربنا، الخدمة، الصلاة، الاتكال على ربنا، الرجاء في السماء، العمل المشترك، التلمذة، كل البيزكس اللي تخلي الواحد مبسوط فعلا. طبعا مظبوط، طبيعي ضمنيا كلمة جنتلنس معاها حب، وكلمة فكر واحد معاها حب، يبقى العلاقات كلها تبقى فيه محبة. تفضل. برافو عليك، دي فكرة جميلة قوي. لما بتحب كل اللي حواليك، كل واحد من دول بيضيف لفرحك، كل واحد بتحبه بيضيف لسعادتك، وكل واحد مش عارف تحبه بيخصم من سعادتك. فأنت لما تكون بتحب الناس، بولس بيحب كل عياله فبيقول لهم يا سروري، هو مبسوط بيهم كلهم، فشوفوا كم ألف واحد مخليه مبسوط، فأكيد هو فرح عالي عنده لأنه بيحب الناس والناس دي كلها بتحبه. تفضل. برافو عليك، الصلاة بثقة بتخليني حاسس إني حطيت الطلب قدام ربنا، فخلاص أنا مطمن. سوزي ورا. جميل، الخدمة بقلب واحد مع التواضع والتنازل. طيب عشان تصحوا نقول ترتيلة تاني، لأنه مش عارف ليه دايما بحس كده في حاجة بتحصل بعد الفطار. في الصيام بنقول الفول، لكن هنا مش عارف إيه اللي بيحصل. يلا نقول الترتيلة اللي تعلمناها عشان ما ننساهاش. يلا بصوت عالي عشان نصحى. مع بعض. علمني يا رب أحب وأمشي للميل التاني، وإزاي لأكون في الريسي أو ملك تبقى في زمان. علمني يا رب أحب وأمشي للميل التاني، وإزاي لأكون في الريسين أو ملك تبقى في زمان. يا رب كتير بحاول والشر ألاقي قدامي، كتير بحاول والشر ألاقي قدامي، متحير واسأل نفسي ازاي احب اللي اذاني، متحير ازاي احب اللي اذاني. علمني يا رب وامشي للميل التاني، وإزاي لأكون في الريسي أو ملك تبقى في زمان. علمني يا رب أحب وامشي للميل التاني، وإزاي لأكون في الريسي أو ملك تبقى. اسندني يا رب بضعفي وسامحني إن كنت أناني، اسندني يا رب بضعفي
عايز قوة من عندك تحول قلبي وكياني عن علمني يا رب أحب وامشي للميل التام وازاي لا اكون في الريسي او ملكة باب زمان علمني يا رب احب وامشي للميل التام وازاي لا اكون في الريسي او ملكة باب مش ممكن هقدر وحدي احب عدوي في ثواني مش ممكن هقدر وحدي احب عدوي في ثواني الا لما ارفع قلبي والنعمة تكون سنداني الا داني علمني يا رب أحب وامشي للميل التام وازاي لا أكون في الريسي أو ملكة باب زمان علمني يا رب أحب وازاي لا اكون في الريسي او بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده الحد الثاني بعد القيامه، والنهارده لو خدتوا بالكم قراءه كلها من يوحنا 6، ومن امبارح وكل الاسبوع ده مركز على التناول. ليه؟ لانه في ارتباط شديد قوي في فكر الكنيسه بين قيامه المسيح والقداس والتناول. خبر القيامه بصراحه ملوش طعم من غير التناول، لانه الجسد اللي انت بتاكله ده جسد المسيح الحي القائم، فبيحط فيك القيامة. عشان كده بنقول يعطى لحياة أبدية، مغفرة الخطايا وإيه؟ وحياة أبدية لكل من يتناول منه. احتفالنا بالقيامة هو كل قداس. كل قداس احنا بنحتفل بالقيامة. سيمبلي. لأنه من غير القيامة ما كناش عملنا قداس. لأن يبقى المسيح مات، لكن المسيح حي، قام من الموت. فأصبح جسده حي ويعطي حياة أبدية، ودانا جسده ودمه وربطهم بالحياة الأبدية. وده فكر الرسل وحياة الكنيسة كلها في القداس. عشان كده عيشة من غير قداس تبقى حضرتك ميت، تبقى أنت لسه ما دقتش قوة القيامة وما عرفتش طعم القيامة وحلاوته. عايز أكلمكم عن شهوة الإفخارستية. شهوة الإفخارستية يعني إزاي تبقى مشتاق للتناول، وإيه المشاعر اللي تبقى معاك وإنت داخل تتناول. إحنا بنتناول كتير، بنصلي قداسات، إنما نفسنا ندخل لجوة شوية ونحس بطعم القداس زي ما القديسين كانوا بيحسوا. القديسين حياتهم كانت في القداس، أهم حاجة في حياتهم كانت القداس، وكل مشاعرهم تطلع في القداس، ونموهم الروحي مرتبط بالقداس. اولا ربنا يسوع ذكر قبل ما العشاء الرباني ان دي شهوه، قال ايه جميله قوي في لوقا 22، شهوه اشتهيت اكل هذا الفصح. كتير من الاباء فهموها هو مش الفصح اللي بقاله 30 سنه بياكله، لان الفصح ده كان رمز، بس لانه هذا الفصح تأسيس سر الإفخارستية كان شهوة عند المسيح. ليلة صليبه كان فرحان وهو بيكسر جسده، بيقدم جسده، خدوا كل هذا هو جسدي.
لأن هي دي الهدية اللي بديها لنا قبل ما يدخل على الصليب والقيامة والسماء، ساب لنا جسده ودمه على المذبح. إذن دي شهوة المسيح. فزي المسيح ما بيشتهي يعطينا جسده، مفروض الكنيسة تشتهي إنها تاخد جسده. واضحة الفكرة؟ لأن دي علاقة حب بين العريس وعروسته، بين المسيح وكنيسته. المسيح عاوز يدي كل ولاده جسده ودمه عشان يديهم السماء، والكنيسة جاية مشتاقة قوي عاوزة تتناول. فالتناول هو شهوة كل شخص مسيحي حقيقي بيحب المسيح، عاوز يلزق ليه وبيشتهي. وقال لأجل هذه الساعة قد أتيت، يقصد الصليب وضمنيا معاها الذبيحة. صفانيا قال سر غريب قوي. صفانيا ده قبل المسيح ب500 سنة، إنما شاف بالروح القدس حاجة غريبة شوية، وقال تعبير نادر، قال الرب أعد ذبيحة. ومين اللي بيحضر الذبيحة؟ البشر بيعدوا الذبيحة يقدموها لربنا. إنما صفانيا لقى حاجة غريبة، إن ربنا نفسه هو اللي بيعمل الذبيحة، لأن المسيح هو اللي قدم ذاته ذبيحة. وقدس مدعويه، ليه؟ لأن الذبيحة اللي هيعملها المسيح محدش يقدر يقرب منه، زي ما بنقول القدسات للقديسين. فيبقى المسيح بيعمل حاجتين مهمين قوي في كل قداس، صدقوني دي حقيقة، كل قداس يغير القربانة اللي زي كده يخليها جسده، ويغيركم يخليكم قديسين، كل قداس. عشان كده اسمه قداس، لأنه هو عملية تقديس. وابونا لما بيركع قدام المذبح بيقول في سره كلام مهم قوي، يقول ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين. يبقى الروح القدس بيحل علينا كمؤمنين، وبيحل على القرابين. هيعمل ايه فينا ويعمل ايه في القرابين؟ يبتدي بالقرابين، يقول ينقلها ويظهرها قدسات، يعني هيحولها، ينقلها يعني يغير طبيعتها، ينقلها ويظهرها قدسات لقديسيك. يبقى عمل فينا ايه؟ عمل فينا فعل قداسة، وعمل في القربانة فعل تقديس، فبقت جسد مقدس. فهمتوا المعنى؟ يبقى دي معجزة بتحصل كل يوم على المذبح، وأخطر من أي معجزة، لأن دي اللي بتدي السماء كلها. يبقى هنا أعد ذبيحة، المسيح بنفسه مقدم الذبيحة، وقدس مدعوي يعني دعينا كلنا، وقال أنا علي التقديس، لأن هنيجي كلنا نقول له إحنا ما نستاهلش، يقول ما أنا عارف، بس أنا هقدسكم. يبقى التقديس عطية إلهية داخل القداس. عشان كده الكنيسة تقول تعالوا بدري، ليه؟ في حاجة بتحصل جوايا أنا مش شايفها، الروح القدس بينظفني، بيظبطني، بيغيرني من جوه، بيعدل دماغي. كلام الإنجيل اللي بسمعه جوه القداس بيعمل حاجة، وطول القداس بيحصل نوع من النظافة الداخلية، ده عمل الروح القدس، لغاية اللحظة اللي تقرب فيها من الإفخارستية، القدسات بقت للقديسين. إذن أول شهوة أكلم فيها الآباء هي شهوة لقاء العريس. القداس عبارة عن احتفال زواج بين الشعب والمسيح، ده فكر الكنيسة. عشان كده تلاحظوا أن النغمات تميل عادة للهيصة، تحس أن الأطفال بتهيص مع لما يكونوا الشمامسة شاطرين زي كده النهاردة، تحس القداس له طعم، له بهجة، حتى اللي مش فاهم حاجة يدخل كده حاسس يا بختكم أنتم مبسوطين. أذكر مرة جماعة أجانب دخلوا قداس ما فيهوش ولا كلمة إنجليزي، إنما أنا كل شوية أبص عليهم هيمشوا إمتى، بقول للناس بتوع أنا بيزهقوا مش راضين يمشوا، لغاية ما القداس خلص، وكان يوم حد وطويل يعني أكتر من ساعتين، فقابلته فعندي على لساني سؤال عاوز أسأله، هو أنتم ما مشيتوش ليه يعني؟ ما أنتم مش فاهمين حاجة أساسا، لا عربي ولا قبطي. فوجئت بيقولوا إحنا كنا في السماء، أنتوا إزاي بتعملوا كده؟ إزاي الناس الكبيرة والأطفال بيقولوا نفس الكلام وهم مبسوطين؟ إحنا حاسين إن إحنا في حتة غريبة، الوشوش دي فيها حاجة مختلفة. أنا طبعا ما كنتش بشوف الجمال ده في شعبنا يعني، إنما هم شافوا الوشوش جميلة والصوت حلو، فطلع ان انا اللي ما بشوفش. انما هي دي الحقيقه، ان القداس بيعمل فينا حاجه
معجزية. ومن هنا الحرص إنه الواحد يبقى داخل وهو فاهم فكرة لقاء العريس بالعروسة دي. وقفتنا في القداس هي اللي هتدخلنا السماء. افتكروا الكلام ده. وعشان كده تبقى أنت جاي مشتاق ليه؟ عاوز تاخد المسيح في حضنك أو تترمي في حضنه. هي دي مشاعر القداس. جاي بقى شايل الطين والغلب والهم وعندك مشاكل الدنيا كلها، أدلق على ربنا كل حاجة وخلاص، خليه هو اللي يشيل. أوريجانو الزمان قال إن الجزء الأولاني من القداس ضروري لأن دي الخطوبة. لما بنحضر الجزء الأولاني اللي هو يغلب عليه كلمتين تسابيح وقراءات، شمام سفاهمين كلام ده، تلاقي في الجزء الأولاني أربع الناقوس وزكسولوجيات مش كده وأجيوس، وكل جزء الأولاني تسابيح ويتخللها قراءات. ليه؟ الكنيسة بتعمل إيه؟ بتظبط الدماغ. الدماغ تتظبط بدول: كلام ربنا، الإنجيل، والتسابيح. تعدل المود. تلميذي عمواس لما كانوا ماشيين المسيح ما اداهمش المناولة، فضل يحكي ساعات ساعات ساعات، بعدين قالوا قلبنا كان ايه؟ ملتهب. وفي الآخر بقى اتفتحت عينيهم لما كسر الخبز. قداس المؤمنين ده الاقتران بقى، في اللحظة اللي بتفتح بقك والمسيح بيلمس لسانك انت كده لزقت في المسيح. يثبت في وانا فيه، الالتصاق بالمسيح. فده احساس جميل بالامان. عشان كده كانوا زمان اجدادنا كانوا يتناولوا ويطلعوا على الاستشهاد. الاستشهاد ده مرعب، سيوف وجلد ورجم وتعذيب، بس خلاص هم بدل خدوا المناولة تلاقيهم بقى ايه، مفيش حاجة تخوفهم ابدا، أبطال وجبابرة ومفيش حاجة تهزهم. امتداد القداس، ما بعد القداس، بعد ما خدت الحضن الإلهي تطلع عاوز تحضن العالم كله، عاوز الدنيا كلها تدخل في حضنك، لأن قلبك بعد ما كان قد كده بقى قد كده. اللي يصلي قداس حلو يطلع عينه شايفة الدنيا بطريقة تانية وقلبه واسع جدا. ليه؟ لأنه كل الناس دي عاوزهم يبقوا معاه في السماء. يبقى اللي بيحس بيه ربنا انت بقيت تحس بيه، ما حصل التصاق، فبقيت تحس باللي جوه قلب ربنا. طب ايه اللي جوه قلب ربنا؟ يريد ان الجميع يخلصوا. شهوة الإفخارستية معناها شهوة الرؤية. النهاردة في القداس اتقرأ كلمة مهمة قوي: كل من يرى الابن، كل من يرى الابن، ده كلام النهاردة، ويؤمن بي تكون له الحياة الأبدية. طب هنشوفه ازاي؟ بعدها قال ايه؟ ياكل جسدي ويشرب دم. يبقى أكل الجسد وشرب الدم، الإفخارستية بتعمل حاجة تاني، بتفتح العين. ده اللي حصل مع تلميذي عمواس. احنا مش شايفين المسيح، إنما لما بنتناول وبصلاة حقيقية العين بتتفتح، بتبتدي تشوف إيد ربنا واضحة في حياتك، حياة الناس، بتبتدي تشوف المسيح في اللي حواليك، تسمع صوته بشكل واضح. من يرى الابن ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية. فيلبس كان قبلها بيقول له مش يعني نريد، جم ناس يقولوا لفيلبس نريد أن نرى يسوع، ده كان قبل الإفخارستية على طول، فقال لهم قد تمجد الابن، يعني إيه؟ هيشوفه بس بطريقة تانية. طوبى لعيونكم لأنها تبصر. كنيسة بتقول كده قبل ما نتناول عشان تقول لنا يلا جهزوا نفسكم عشان عينيكم هتفتح. فتلاحظوا أشياء الإنجيل دي بتتقال كذا مرة، يعني إيه؟ يا بختكم، أنتم مش زي اليهود اللي كان عندهم عينين قدامهم سحابة وعمود نار ومش شايفين، أنتم من غير سحابة وعمود نار هتشوفوا. شهوة الإفخارستية معناها شهوة التوبة. يعني من أجمل المعاني اللي قالوها القديسين إن القداس معمول كرحلة توبة. الكنيسة بتجهز ولادها بالتوبة للإفخارستية. عشان كده يغلب على القداس كريا ليسون، يا رب ارحم. يغلب على القداس كلام يحرك القلب للتوبة. القراءات بتقول لك إيه؟ أنت عملت الكلام ده؟ لا ما عملتوش. طب يصح تقول إيه؟ أخطأت، سامحني يا رب.
طب المسيح تجسد ومات وقام عشانك، طب انت عملت ايه؟ اخطأت يعني. فيبقى طول القداس الواحد بيطلع مشاعره كتائب، وهنا الروح القدس بقى فنان يحرك قلبك في اتجاه وقلب اللي جنبك في اتجاه تاني. يجوز انت ندمان على خطية، اللي جنبك ندمان على تقصيره في الخدمة، اللي بعده تائب لأنه ما بيحبش كل الناس كما يجب. هنا الروح القدس بيتعامل مع كل قلب بطريقته، لكن النتيجة النهائية ايه؟ ان الشعب كله تائب، والشعب التائب ده تحسه في لحن جناينا مثلا، ما تسمع بقى لحن ارحمنا تحس الكنيسة بتتهز، الناس كلها بتقوله من قلبها. ليه؟ من غير ما حد يشرح لهم ان ده المفروض هم وصلوا له، فانفعالاتهم دي بتقول ان ده شعب واعي، لانه ادرك انه قبل ما نتناول لازم نقول له سوري، احنا ما نستاهلش، احنا خجلانين. مشاعر التوبة هي طريق التقديس، روح القدس يقدس القلب التائب، فلما يلاقيك تائب القداسة تملك. لكن لو انت مش تائب يبقى انت ما تستاهلش تتناول اساسا، لان الروح القدس مش هيعرف يشتغل على قلبك، انت معطله. لنا مذبح، دي موجودة في عبرانيين 13، تؤكد ان في حاجة اسمها مذبح مسيحي. وبولس بيقول بتوع المذابح القديمة اللي لسه عندهم حيوانات على المذبح ما ياكلوش من مذبحنا. يبقى من زمن بولس في حاجة اسمها مذبح، بس مذبح ما عليهوش حيوانات. اليهود عندهم مذبح عليه حيوان بدم، احنا مذبحنا مختلف، لكن لينا مذبحنا عليه الذبيحة الحقيقية لغفران الخطايا، المسيح نفسه، واحنا نتقدم كذبيحة، بنقدم حياتنا كلها كذبيحة قدامه. كل الآباء شافوا انه بعد ما رجع الابن الضال والأب خده في حضنه ولبسه الخاتم، الحضن ده الإيمان والخاتم ده الميرون، معمودية وميرون، لبس النظيف ده، قال هاتوا إيه العجل المسمن واذبحوا. يبقى احتفال الإفخارستية بيجي للمعمد المؤمن التائب، دي شروط التناول، انك تكون مؤمن متعمد واخد الروح القدس كده تتناول. عشان كده لما يقول صلوا من اجل التناول باستحقاق، لألا واحد يكون ليس عليه لباس العرس داخل حرامي، يا اما غير مؤمن يا اما غير معمد يا اما غير تائب، يبقى داخل يعمل ايه؟ يسرق. فهنا اطرحوه خارجا. لكن اللي داخل بمشاعر توبة وعمال يقول أمين كرياليسون كرياليسون أمين أمين، تعبر عن الإيمان وكرياليسون تعبر عن التوبة، يبقى هو كده داخل إيه؟ يتناول صح. كمان شهوة الشكر، إفخارستية يعني ذبيحة شكر. والجزء بتاع الأنافورة لما ابونا بيقول ارفعوا قلوبكم فلنشكر الرب، إفخارستي سومنتو كيريو، تعالوا نشكر ربنا. فأصل القداس اجتماع القداس للشكر، يعني ده الفكر الآبائي الصح قوي، انه الذبيحة دي كلها اسمها ذبيحة الشكر اللي بنقول عنها في شفاعة ذبيحة التسبيح. يعني احنا اجتمعنا مش عشان نطلب، في بعض القديسين يصلوا القداس ما يطلبوش ولا طلب، طول القداس بيقولوا له بنحبك نشكرك، زي المزمور لما يقول ماذا أرد للرب عن كل إحساناته، أعمل إيه على كل اللي بيعمله معايا ده، كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أسبح أو أهتف. يبقى ما تنسوش قوة القداسات، أرجوكم تغذوا مشاعركم بالشكر. للأسف ساعات ندخل القداس طلبات 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 طلبات، مبتدئين لسه مش ناضجين سامحوني يعني. إنما جوه القداس خلاص السماء نفسها جفتد، انت بتطلب ايه؟ الارض خلصت، السماء بقت هدية ليك خلاص، فانت مفيش حاجة تطلبها بعد كده، انت خدت اكتر من اللي انت تتصوره او تطلبه. وعشان كده اللي يقضي قداس طول الوقت بيشكر بيطلع طاير من السعادة، لان هو القداس اتعمل مينلي عشان يبقى ذبيحة شكر. عارفين المجوس لما جم للمسيح ما طلبوش ولا طلبت، خدتوا بالكم؟ طب ايه اللي جايبه؟
ملوك جايين من آخر الدنيا ضربين مسافة شهور، جايين يدوا كنوز يدوا هدايا ويسجدوا ويروحوا. أيوة يعني عاوزين إيه؟ مفيش، ملهمش طلبات. الناس دول كأنهم عملوا قداس. أنتوا تبقوا ملوك لو عرفتوا تيجوا تسجدوا وتشكروا بس، تبقوا فعلا دايقين طعم المسيح اللي على المذبح زي بالظبط يسوع اللي في المزود كده. ربنا يسوع بيفرح قوي بسجود الشكر. في كذا نوع من السجود، في سجود التوبة، في سجود الصراخ من أجل الناس، لكن أجمل أنواع السجدات سجود الشكر. فاكرين الأبرص اللي رجع وركع وأعطى مجدا لله؟ كان في 10 برص، 9 خدوا النعمة وجريوا، واحد محترم لف ورجع وركع وأعطى المجد لله. اللي بيصلي القداس بروح الشكر دول زي الجدع اللي عجب المسيح ده، لدرجة قالهم ما فين التسعة؟ كأن ربنا في بعض القداسات بيقول هو فين التسعة؟ 1 من 10 اللي جوه القداس بيشكرني بعد كل اللي أنا عملته؟ هو الدم ده إيه؟ مش كلف المسيح صليبه؟ هو الجسد ده مش كلف المسيح تجسده؟ طب وما جايين نعمل إيه؟ جايين نقول له ثانك يو، مش أكتر من كده، لأنه ده كتير قوي اللي أنت عملته. لكن لما نيجي القداس عمالين نقول له المشاكل والهموم وشيل فلان وأعمل فلان، إحنا بنشد ربنا للدنيا تاني ونقول له ما تصلح لنا الدنيا. دنيا إيه اللي نصلحها؟ إحنا حضرنا السماء خلاص. فيبقى إحنا أحيانا بنطلع ربنا من اللي هو عاوزه، بنقول له خلينا نعيش هنا وحللنا مشاكل هنا. عشان كده ساعات نطلع من القداس مش متعزيين أو ما فرقش كتير. ليه؟ لأننا استخدمنا القداس استخدام غلط في بره اتجاهه. القداس بياخدنا للسماء عشان نسبح مع الملائكة وخلاص، ونقعد نقول له ثانك يو إن إحنا وصلنا السماء. نقوم إحنا نقول له لا تعالى الدنيا اشتغل لنا بقى، خلينا أحسن ناس بقى. إحنا على فكرة يهود ساعات في صلواتنا، اليهود بيفكروا كده. اليهود عاوزين مسيا يخدم على الأرض، فإحنا ساعات بنبقى يهود بس ما تقولوش لحد، لأنه مش فاهمينه صح. هو عمال يشد للسماء ويقول له أنا ده في فرق كبير قوي، إحنا نشده للأرض ونقول له خليك بس معانا أنت مش فاهم. شهوة السماء، القداس أكتر حاجة تحرك فيك مشاعر اشتياقات للحياة الأبدية. يعني إيه؟ إحنا لما تيجي سيرة الموت، رغم إن إحنا مسيحيين وبنعيد عيد القيامة كل سنة وكل يوم، إنما لما تيجي سيرة الموت بنقلق بنخاف ما تحبهاش. هو ده لأننا لسه ما دخلناش للعمق. إنما القداس لما تصليه تبقى بالظبط بتقول ما نطلع السماء بقى، ما كفاية كده، لأنه القداس ده حتة من السماء. جيد يا رب أن نكون هنا. عارفين لما بطرس ويعقوب ويوحنا طلعوا الجبل كانوش عاوزين ينزلوا، فإحنا جوه القداس كأننا طلعنا الجبل، في المسيح منور، في موسى، في إيليا، في الرسل. طب إيه اللي ينزلنا الدنيا تاني؟ بس مضطرين ننزل عشان نشتغل نكمل. فكل شوية القداس بيقول لنا ما تيجوا السماء، ما كفاية كده. يبقى القداسات بتحرك فينا اشتياقات الحياة الأبدية. عشان كده المسيحي الطبيعي حتى لو مش فاهم لاهوت صلي القداس كتير ويتناول، استقبل الموت استقبال حلوة. يا ما شفنا ناس في لحظاتهم الأخيرة عندهم سلام غريب جدا وفرحانين بجد انهم خلاص هيشوفوا المسيح. ده ايه ده؟ ده شغل القداس، ده انتاج القداس. القداس يعمل كده، يخلي الواحد جاهز للحياة الأبدية وفرحان فعلا بالسماء. الأيقونات اللي حوالينا وذكر العذراء والقديسين والملائكة كتير، لأن ده مستقبلنا، دول عيلتنا، ده اللي هنبقى معاه على طول بعد كده. فالكنيسة من دلوقتي بتعيشنا في الجو اللي جاي. كمان حضور الملك، القداس في طقسه بيدي إحساس إن إحنا في جو ملوكي، في نوع من الرهبة والعز. حتى لبس الكاهن بالذات في الخمسين، وبعدين مجدا وإكراما والناس كلها توطي، الطقوس دي طقوس احتفال الملك.
عشان نقول ده الملك، احنا في ملكوته خلاص، فالملك المسيح وسطينا، يبقى كل ده جزء من جو السماء. كمان شهوة الالتصاق، يعني انت داخل القداس عاوز تلزق في المسيح، لانك لو قربت او لزقت في المسيح انتهت مشاكلك، راحت الخطيه وتحلت كل المشاكل والهم والغم والقلق اختفى. يبقى القداس بيلزقني في ربنا وانا مش تقل كده. كلمه تقدموا، تقدموا يعني قربوا، قربوا اكتر. تقدموا دي منهج للحياه، يعني انت لسه واقف بعيد يا حبيبي، انت في مسافه كبيره بينك وبين المسيح. ربنا يسوع بيقول لك قرب شوي، قرب اكتر عشان تدوق اكتر. يقول كل غصن فيا، فيا دي بتاعه الافخارستيه، لما بنتناول بنبقى لازقين في المسيح. اللي يلزق فيا لازم يجيب ثمر، اللي ما يجيبش ثمر يقطع، اللي يجيب ثمر انقيه لياتي بثمر اكثر. يبقى قداس ورا قداس انت عمال ايه تكبر، تتقدم في النعمه، تتنقى اكتر واكتر. ومن هنا تلاحظوا كلمه فيا والثبات، دول بتوع الافخارستيه، يثبت فيا وانا فيه، اللي هي فكره الغصن في الكرمه، وبالتالي يطلع بقى ايه منك ثمر حقيقي. شهوه الشركه، الاباء قالوا حاجه غريبه شويه، قالوا على قد ما القداس هو رحله عشق الهي واتحاد بالله وتركيز على المسيح وحفلة ملائكة وتمجيد للملك، إنما في بعد أفقي آخر، إن جوه القداس ربنا بالروح القدس اللي فيك يفكرك بإخواتك ويحسسك بمسؤولية على الدنيا كلها. وزي ما حبك لربنا يزيد في القداس، حبك للناس يزيد، فتلاقي نفسك من غير ما تحس، صدقوني من غير ما تفكر بتصلي لغيرك جوه القداس. يمكن ما كنتش مرتب نفسك، لكن جوه القداس بتلاقي الروح القدس حركك تصلي لجيرانك، تصلي لقرايبك، تصلي لروسيا واوكرانيا، تصلي للكوفيد، لانه ده عمل الروح القدس، بيفكك بره نفسك. الروح القدس بيعمل كده، بيطلعك بره في انا، لان انا ده سجن، لكن بيحسسك بقى العالم ده كله تبع ربنا وانت مسؤول مع ربنا عنه. وبالتالي تيجي فكرة الايه الشركة والجسد واحد. عارفين بعد التقديس على طول ابونا يقول ايه؟ جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهرة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين. يبقى في شهوة ان كلنا نبقى حاجة واحدة ونبقى مع القديسين في السماء إلى الأبد. هنا الآباء وصفوا حاجة غريبة شوية، قالوا القربانة دي كانت أصلها إيه؟ كانت حبات قمح، وكل حباية في السنبلة وكل سنبلة في وحدها. يقشوا السنابل، يجمعوا القمح، يطحنوه في بعض، تقدرش تطلع قمحية من التانية خلاص، اتعجنوا عجنة واحدة، دخلوا الفرن طلعوا حاجة واحدة. تقدر من هنا تطلع لي أمحاية أمحاية، خلاص بقت حاجة واحدة، بقت جسد واحد. يبقى كأن القداسات بيعجننا في بعض، بتدوبنا في بعض، بتشيل الفروق الفردية، بتشيل الأنا، بتلغي استقلاليتك كأمحاية لوحدك، وبتحسسك أنك أنت تبع الكنيسة دي كلها. الكنيسة دي كلها جسد واحد لرأس واحد، ودي شهوة المسيح، أريد أن يكونوا جميعا واحدا كما أنا وأنت أيها الآب واحد. إذن فكرة أن جوه القداس بتتحرر من ذاتك وتدوب في إخواتك، تطلع بره مشاكلك وتتبنى مشاكل الآخرين. يبقى أنت كده بتصلي صح، يبقى الروح القدس بيشجعك تدخل للعمق لما تنسى نفسك خالص. مرة واحد طالع من القداس بيقول لي أبونا عندي إحساس غريب كده، أنا نسيت أصلي لنفسي طول القداس بس أنا مبسوط. قلت له ما أنت كده مظبوط، هو قلقان على روحه، أنا نسيت أصلي لنفسي طول القداس. الحقيقة هو ده الوحيد اللي بيعرف يصلي، لأنه من كتر ما كان منسجم مع القداس نسي يصلي لنفسه. شاطر، هو الحقيقة هو كده الصح، لأنه دخل ما طلعش، دخل تاه في ربنا وفي الايه
الخطة الإلهية لخلاص العالم كله. إذا إحنا عاوزين نقول مع المسيح شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح. تبقى كل مرة داخل على القداس بتقول له أنا مشتاق يا رب. مشتاق إن أنا ألزق فيك، مشتاق أدخل السماء، مشتاق أحتفل معاك بملكك، مش جاي بس أقول لك متشكر. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان. بريك نص ساعة ونرجع تاني. تفضل.